أنا هنا نقدر نهضر بكل وضوح أن ديمي ستورا هنا ما بقى عنده ما يدير، سالة ملي كيرجع 23 عام حتى حاجة ما كتبرر بهذا المسألة نهائيا نهائيا. هذا مش ضد كما قلنا ضد القرارات ديال الأمم المتحدة وضد المجتمع الدولي، دار هذا الرجعة لور أثروا في جنوب إفريقيا وأثرت فيه الجزائر، لأنه المغرب حدد ليه الإطار فين يمكن يتحرك، وهنا جاب هاد الفكرة ديال التقسيم، بمعنى هي فكرة انتحر بها هو براسه، معنى فكرة كتقضي على بمعنى كتقضي عليه هو، ميمكنش يستمر. دول عندها أمور أخرى كتفكر بها، أتسمع الأمين العام. أما الإحاطة هو دواء داكشي مشى كيمشي للدول، دول حل في إطار إخبار ومعلومات فقط. دابا شنو هي السيناريوهات اللي يمكن تجي من بعد؟ ما كانش تصويت على تمديد البعثة، ما معنى هذا؟ معناها صافي سالا الماتش، سالا أنا ذاك كيفاش غيكون الوضع؟ صافي بمعنى ما غيبقاش، كما قلناها ما غيبقاش واحد الوقت أن الملف يتناقش في مجلس الأمن. صافي غيكون سالا هذا جوج الحوايج، إما هنا وإما هضرنا على الموضوع ديال ديمي ستورا، نعاودو نكملو في التحليل. وهنا غنطرح واحد السؤال، هاد الفكرة اللي جاب ديمي ستورا ديال التقسيم الإقليمي، واللي قلت بأنها الأصل ديالها طرحها بوتفليقة وطرحها في 2001 وخرجها جيمس باكار أنا ذاك 2002 ورجعت الآن بعد 23 سنة. دابا ديمي ستورا من اللي طرح هاد الفكرة هذه، واش هذا ما كيعنيش بأنه وصل إلى النهاية ديالها؟ أنا هنا نقدر نهضر بكل وضوح أن ديمي ستورا هنا ما بقى عنده ما يدير، سالة ملي كيرجع 23 عام حتى حاجة ما كتبرر بهذه المسألة نهائيا نهائيا. هذا مش ضد كما قلنا ضد القرارات ديال الأمم المتحدة وضد المجتمع الدولي، دار هذا الرجعة لور. واش ديمي ستورا غيمكن يستمر في العمل ديالو بعد القرار القادم ديال مجلس الأمن؟ واش غيمكن يستمر؟ ما يمكنش. إذا المتوقع أنه غتكون الاستقالة ديالو، ثم الاستقالة ديالو غتذكروا هنا، وربما اللي تابعوا معنا الحلقات ديالنا كنا كنقولوا واحد القضية، كنقولوا بأن ديمي ستورا آخر مبعوث في الملف ديال الصحراء المغربية. واش الأمم المتحدة غتعاود تعين شي مبعوث اخر نور ديمي ستورا؟ لا اعتقد. هنا كنقول بان كاين النهايه ديال ديمي ستورا اللي جات في المرحله ديال الحسم النهائي ديال الملف. نشوفوا زاويه اخرى، الملف كيفاش غادي يتحول، لان ديمي ستورا هنا بان اثروا في جنوب افريقيا واثرت فيه الجزائر، لأنه المغرب حدد ليه الإطار فين يمكن يتحرك. وهنا جاب هاد الفكرة ديال التقسيم، بمعنى هي فكرة انتحر بها هو براسه، معنى فكرة كتقضي على بمعنى كتقضي عليه هو، ميمكنش يستمر نهائيا، ميمكنش يستمر في العمل دياله. واش هنا احنا وصلنا هنا، واش هاد العودة نقراوها، هاد العودة إلى 2001، ممكن العودة هذه البداية، لأن السبب ديال نشأة البوليزاريو جزائر دارتو لكان الهدف ديالها أنها عندها أطماع باش توصل إلى منفذ على المحيط الأطلسي. واش هاد العودة هذه ما كتعنيش بأنه ديمي ستورا دار هاد المغامرة لأنه عرف هو براسه بأن الملف سبب، يعني دار هاد المغامرة باش يخدم واحد الطرف، واضح الان بغى يرون واحد الروين هنا، ولكن علاش؟ لانه فهم بان الملف سالا. خصنا نحطوا هذا المعطى امامنا هنا، لانه اشنو كاين في القرارات ديال مجلس الامن؟ دابا ديمي ستورا هذا بحال كسول، ما قريش قرارات، ما يمكنش
قرارات ديال مجلس الأمن من 2007 فيها الحكم الذاتي وفيها تطورات في هذه المراحل، على الأقل خمسة المراحل من 2007، لدرجة أن الأمين العام للأمم المتحدة ولا كيهضر عن 2018. كيفاش هذا كيرجع لهذا الوراء هذا؟ دابا هنا السؤال، شنو هي السيناريوهات اللي جايه؟ السيناريوهات اللي جايه انا كيبان ليا هنا غادي يمكن ان دي ميستوره سالت المهمه ديالو. ونعاود نذكر كما قلت في الفيديو السابق، الاحاطه راه ما عندها حتى تاثير، كاين القرار ديال المجلس، حتى التقرير ديال الامين العام ما عندوش تاثير، لان الدول ملي كتكون تناقش دول عندها امور اخرى كتفكر بها، اتسمع الامين العام. اما الاحاطه هو دواء داكشي مشى كيمشي للدول، دول بحال في اطار اخبار ومعلومات فقط. دابا شنو هي السيناريوهات اللي يمكن تجي من بعد؟ وحنا على ابواب القرار ديال مجلس الامن، واش هنا كاين واحد السيناريو، واش ان القرار ديال مجلس الامن غادي يجيب واحد الصيغه اللي غتمشي وتهضر على تطبيق ديال الحكم الذاتي، بمعنى ما غنبقاوش في الصيغه ديال مقترح الحكم الذاتي ذو مصداقيه وانه هو المقترح وجديه هو المقترح اللي كاين، هو المقترح اللي كاين من 2007. دابا واش غناخذوا هذيك المعادله نفسها ونضيفوا عليها بانه خاصو يدخل الى حيز التطبيق، بمعنى دار اجراءات الى حيز، يدخل الى حيز التطبيق، لانه هو دار مع الامم المتحده التفاوض، ماذا ما كاينش التفاوض انه يدخل الى حيز التطبيق. هذه صيغه، يعني يكون هذا الجانب هذا. او اننا نتصوروا واحد السيناريو اخر، لان هذا السيناريو جوج كينهيو الملف، كينهيو الملف معناه كندخلوا للحسم، دخلنا للحسم ينهيو الملف. او سيناريو اخر انه ما يكونش تصويت على التمديد ديال البعثه. علاش؟ لان هذا نزاع طال امده، العمر ديالو نصف قرن، ما غيبقاش يبقى مستمر. ويلا ما كانش تصويت على تمديد البعثة، ما معنى هذا؟ معناه صافي سالا الماتش، سالا انا ذاك كيفاش غيكون الوضع صافي، بمعنى ما غيبقاش، كنا قلناها ما غيبقاش واحد الوقت ان الملف يتناقش في مجلس الامن، صافي غيكون سالا جوج الحوايج، اما هنا واما هنا. قريبا هادشي كنهضروا قريبا، لان هذا هو المرحلة النهائية ديال الحسم. وهنا راه العملية ديال استعداد الجزائر للحرب هي تعرف بأنه كاين سيناريو قادم بالقرار ديال مجلس الأمن اللي غادي ينهي مع الملف. أنا كتعرف هاد المسألة ديال الجزائر، لهذا بدات أنها كتستعد إلى الحرب، لأنه الاستعداد ديال الحرب معناها أنها كان عندها ما كاين لا بوليزارو لا حزام، لا حزام. حنا كنا الحرب اللي دازت كاملة، الحرب اللي كانت في الصحراء كانت حرب مع الجزائر، هي الجزائر اللي كانت كتحارب، ودابا الجزائر بغات تخرج ثاني تحارب هنا، لأنه هذا الشيء اللي كنهضروا عليه، رفع الميزانية العسكرية، هاد الزيارة ديال شنقريحة إلى موريتانيا، كيهضروا على المنطقة العسكرية الثالثة، هذا كله استعداد، استعداد إلى حرب. علاش؟ لان الجزائر صافي انهزمت دبلوماسيا، وهنا كتعرف جيدا بان الملف انتهى. غيقول لي شي واحد واه انتم كتهضروا على الحرب اللي كيحل في العلاقه الدوليه، ديما خصو يحط المتغير ديال الحرب، خصو يكون قدام، مع التحليل في العلاقه الدوليه كيعطيك النتائج، ما عندك ما دير. يعني كنعرفوا بان راه رجعنا باش نفهموا النفسيه ديال السيكولوجيه ديال شنقريحه وربعه، انه لما كان العمامره كيهضر على في البيان ديال قطع العلاقات الدبلوماسيه، راه بصيغه اخرى اللي بغينا نقولوها بالدارجه
شنو كيقول لك؟ كيقول لك حنا تبعناكم ودرناكم اعداء. وحكف درناكم اعداء من 63 وحنا دايرينكم اعداء، وجا الملف ديال الصحراء ودرنا وبقينا اعداء وحنا غاديين دايرينكم اعداء. نتوما بنيتوها، نتوما المغاربه بنيتو دوله تقدمتو وحنا ما درنا والو، خصنا نضربوا معكم. هذه هي الفكره، نضربوا معكم. ولكن ما عارفينش واحد القضيه هو السؤال اللي كيطرح، واش الجزائر قادره على الحرب؟ شكون اللي غيتفاش نكريها؟ واش قادره على الحرب؟ الحرب معناها الجزائر مشات. حتى السيناريوهات اللي كتبت تقول لك لا مشات الجزائر، تدارت خطا ودخلت حرب، مشات الجزائر. وتكون فرصه قدام الجزائريين انهم يساليو مع النظام العسكري، لانه حنا ما يمكن ترجع علاقات طبيعيه، ما تكون علاقات مع عمرها كانت طبيعيه مع الجزائر الا الى حيد النظام العسكري، الى ولا نظام مدني. هنا هذا هو الوضع اللي يمكن نوصلوا ليه في هذا التحليل هذا. باش ندير واحد الخلاصه، احاطه ذي مستوره هذه يمكن نعتبرها واحد تنقيزه في السماء، صافي في الهواء طب طاح على سلسله المهمه ديالو، لانه الان شكون غيهضر معاه؟ لا احد غيتحدث معاه، حتى واحد ما غيهضر معاه. ذي مستوره انتهى، انتهى ذي مستوره بهذه المساله، انتهى.